السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هعمل معاكم أكلة شعبية جميلة جدا، هو الكشري الأصفر. مكوناته بسيطة خالص، رز وعدس، معانا كوبايتين رز ومجين عدس وسط، وهنقلبهم على بعض وهنقلب وهقول لكم بيتاكل جنبه ايه. والاكله دي جميله جدا واكله من الاكلات الشعبيه بتاعتنا، جميله خالص. هغسل الرز ونبتدي بالعدس. وحطينا هنا زيت وسمنه وهنشوف هنكمل ازاي. السمنه والسخنه، هنزل بالرز والعدس المغسولين. بسم الله، حطينا العدس والرز مع بعض في السمنه والزيت وهنقلب. هنديهم بس ايه تسخينه، هنسخنهم عشان يبقى ايه الكشري فرصه. هنقلبهم على النار، نديهم تسخينه. هنسخنهم سوا، واحنا بنسخنهم سوا هنحط لهم الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب تاني عشان كل حباية رز وكل حباية عدس يوصل لها سمن وزيت ويفوتكم كويس. اهو سخنا كل الكشري خلاص، هو اول ما يتحط عليه رز عدس خلاص بقى اسمه كشري. سخنا الكشري كويس، هنحط في الميه، ميه سخنه. حط له ميته، زي طياب الرز العادي خالص يعني، ما تقلقيش. اهو حطينا كده، بس هشوف ميته كافية ولا لا. كفاية اول ميته كده، كده هنسيبه يغلي. واول ما يتشرب المية بتاعته بنهدي عليه خالص ويستوي، ونسيبه يستوي ويرجع لكم ان شاء الله. بعد حبايبي ده الكشري اهو على النار قرب يستوي اهوت، حبيت اوريه لكم وهو لسه على النار. وعامله بقى جنبه الحاجات اللي بتتعمل جنب الكشري، عندنا مسقعه للتوبه ساده دي بتتغمس بيه، هبعملها لكم في فيديو برده. وعملت جنبه بطاطس مقليه والبيض مسلوق، وهنحمره بعد ما يتسلق وهوريكم بنحمره مع بقى. هنشيل البطاطس اتقلت، هشيلها وهحط البيض المسلوق نحمره. طبعا الاكله دي بتتاكل معاها سلطه بابا غنوج جميله جدا، وبيتاكل معاها قرنبيط مقلي حلو قوي برده. المسلوق هقليه لسه، بقلي البيض اللون اللي انا عايزاه. طبعا ممكن يتاكل مسلوق عادي، بس انا هعمل قرنبيط مسلوق مقلي، فعاملينه لهم النهارده مقلي وعشان كمان تشوفوه معانا. المقلي اتقلى كده ولونه جميل جدا. الغدوة بتاعتنا الجميلة الكشري الأصفر، غرفناه ومعاه المسقعة ومعاه بطاطس مقلية وطبق السلطة الأخضر والبيض المقلي مسلوق ومقلي، رشيت عليه رشة ملح وفلفل خفيف. وزي ما قلت لكم ممكن تاكلوا معاه قرنبيط مقلي، وممكن سلطة بتنجان بابا غنوج، تبقى جميلة جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم أتمنى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة، وأشوفكم بخير إن شاء الله.